بسم الله، ربنا علمنا كيف نحسن الإيمان بك ونحسن تحمل رسالتك إلى القاسي الداني حتى نكون سببا في إيقاظ ضمير بعض منهم، ثم تسبب في نجاتهم من كيد الشياطين الإنس والجن. فيقول ربي: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. صدير لور امبوريتي اتي اوغمونتي، بينما الاخرين لور فوا اتي اوغمونتي اشاك فوا كان شابيتر كورانيك ريفيلي. واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. مت انت كافر، ويني ذكائك؟ وين اليقظه نتاعك؟ وين عقلك المنير؟ وقلت انتم أهل الأنوار ونحن أهل الظلمات. أي ثبتوا روحكم، عاودوا قيموا الأحوال وجوا نولي على نور من رب العالمين ونوفي ظلمات الشياطين. ثبتوا روحكم.